لنستذكر تاريخ الماضي والحاضر، ولنتعظ منه كدروس وعبر نحو المستقبل الأفضل لبلد يسوده الأمن والاستقرار والازدهار. حازم جواد شخصية غامضة، مناور، كذاب، محتال، مغرور، مصلحته أهم من كل شيء، لا يملك ذرة من الإنسانية التي يتمشدق بها، مجرم حتى في ثماله، درس الكيمياء في كلية التربية كي يتعلم صناعة المفرقعات وقنابل المولوتوف ليستخدمها في نشاطاته الإجرامية. هل صالح مهدي عماش ليس له علاقات مشبوهة ببريطانيا؟ هل الشايب ليس له علاقات وارتباط ببريطانيا؟ هل الصغيرون ليس له علاقات ببريطانيا وأمريكا؟ طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم. يعني راح نتواصل مع حضراتكم اللقاء أو الحوار اللي أجراه غسان شربل مع حازم جواد أيضا بحلقات قادمة، لكن أيضا كما يقال الحق الرد مكفول. راح نوضح لحضراتكم بعض الكتاب اللي ردوا على الحوار اللي أجراه غسان شربل مع حازم جواد. حازم جواد شخصية غامضة، مناور، كذاب، محتال، مغرور، مصلحتي أهم من كل شيء، لا يملك ذرة من الإنسانية التي يتمجدق بها، مجرم حتى الثمالة، درس الكيمياء في كلية التربية كي يتعلم صناعة المفرقعات وقنابل مولوتوف ليستخدمها في نشاطاته الإجرامية. كان على رأس كل عمل هجومي أو انتحاري للبعث، له ارتباطات بالمخابرات البريطانية، وما زال إلى اليوم يعيش هو وأسرته في بريطانيا. بدأ حياتي السياسية بصداقة الإخوان المسلمين، ثم تحول إلى الاتجاه القومي فانضم إلى حزب الاستقلال. عام 1952 انضم إلى حزب البعث، وفي تشرين الثاني نوفمبر من نفس العام شارك البعثيون في انتفاضة تشرين الثاني ليكون أحد المعتقلين من تلك التظاهرات. أصبح من أشد البعثيين تحمسا وفداء للحزب. تقدم حازم بالحزب بسرعة، طرد من كلية التربية ليتفرغ للحزب تفرغا كاملا. السيرة والتكوين. ولد حازم جواد في مدينة الناصرية في أيار عام 1936، وهو ابنة خالد فؤاد الركابي أحد مؤسسي حزب البعث في العراق. كان أبوه فقيرا يشتغل بتكفين الموتى وتأدية طقوس العزاء للناس. أكمل دراستي الابتدائية والمتوسطة في الناصرية والثانوية بالإعدادية المركزية ببغداد، وانخرط في دار المعلمين العالية كلية التربية لاحقا. طرد من دار المعلمين لأسباب سياسية ولم يكمل دراسته الجامعية. متزوج من عضوة الحزب معينة نايف الغنام ولهما ابنة أسماه سفانة. اعتقل حازم 4 مرات في العهد الملكي، وبعد ثورة 14 تموز 1958 أصبح مسؤولا للمكتب العسكري للبعث. بعد فشل محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم من قبل البعث في 17/59 هرب فؤاد الركابي أمين سر قيادة هذا الحزب والمخطط لتلك المحاولة إلى سوريا فمصر، كما هربت بقية قيادة البعث ومن ضمنهم حازم جواد. بعد أشهر كلفت قيادة البعث القيادة القومية حازم جواد بإعادة بناء الحزب وقيادته، فعاد حازم ورفاقي في القيادة كل من فيصل حبيب الخيزران المحامي وطالب شبيب، ثم علي صالح السعدي الذي توثقت علاقته وتوطدت مع حازم. ولما كان السعدي أقرب إلى حياة التشرد والشقاوة فقد غدا في سلم الأولوية. هؤلاء 4 من المدنيين اختلفت جذورهم وانتماءاتهم لكي يجمعهم حزب يعيش على فتات القوميين والحركيين والناصريين، لكنه عشعش في مناطق محددة ومعروفة في العراق، خصوصا في العاصمة بغداد. حازم جواد وعائلة عبد الكريم قاسم. روى لي أنا كاتب هذه الدراسة الدكتور هادي حسن العلوي، طبعا هاي المقال المادة كاتب الدكتور هادي حسن العلوي وتعبر عن رأيه، نعيدها لحضراتكم مرة أخرى. روى لي كاتب هذه الدراسة الدكتور
حسن علوي، مؤيد محمد صالح ابن شقيقة الزعيم عبد الكريم قاسم، معرفتهم بحازم جواد قائلا: تعود معرفتنا كعائلة للزعيم عبد الكريم قاسم بحازم جواد وعائلتي قبل ثورة 14 تموز، يوم جاءوا إلى محلة المهدية عائلة فقيرة الحال من الناصرية لتسكن في تلك المنطقة وإلى جوارنا. وعندما كان عبد الكريم قاسم يعود إلى الدار في أيام إجازته الرسمية وهو برتبة مقدم ركن، كان يسأل والدتي باستمرار عن عوائل ضعيفة الحال في المنطقة يمكن له أن يساعدهم من خلال توزيع أجزاء من راتبه عليهم. كانت والدتي والحديث ما زال لمؤيد تشير له بأن عائلة حازم جواد هم من أوائل المحتاجين، وبالتالي كان يصلهم من راتب الزعيم ما يعينهم على ظروف الحياة الصعبة يومها. وتمكن حازم وأخاه كاظم من إكمال دراستهم الابتدائية والثانوية. يضيف مؤيد قائلا: بعد انقلاب 8 شباط نهب دارنا وحولوه إلى مركز للحرس القومي، واعتقل أخي الأكبر صبحي، وذهبت إلى حازم جواد الذي أصبح مسؤولا متأملا منه خيرا لعله يدلنا على مكان اعتقال أخي أو ما جرى له، ولعله يضع بنظر الاعتبار ما يربطنا به سابقا، فما كان منه إلا أن رفض حتى إخبارنا بمكان اعتقال أخي، لا بل نهرنا وأخبرنا بعدم مراجعتنا له ثانيا. دوره في انقلاب شباط 63. أواخر عام 1960 اعتقل حازم وافرج عنه بعد سنة أثر العفو الذي أصدره عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء. في أثناء تواجدي في السجن تولى علي صالح السعدي لقيادة الحزب، وقبل أيام انقلاب 8 شباط 63 اعتقل المقدم صالح مهدي عماش في 2/2/1963. وبعد 3 أيام اعتقل علي صالح السعدي أمين سر القيادة القطرية لحزب البعث، وكريم محمود شنتاف عضو قيادة هذا الحزب للتحقيق معهم حول مؤامرة يخططون لها ضد نظام قاسم، فاستعجل البعثيون ونفذوا انقلابهم قبل انكشافي للسلطة الذي كانت انطلاقته تحليق طائرة النقيب منذر المنداوي فوق كتيبة الدبابات الرابعة لتنطلق الزمر الحزبية في التنفيذ، وكانت المجموعة الأولى بقيادة حازم جواد ومهمتها السيطرة على مرسلات الإذاعة في منطقة أبو غريب. وفعلا سيطرت المجموعة على أفراد الحراسة ودخلوا المحطة وأذاع حازم جواد البيان الأول للانقلاب. حازم جواد وإبادة الشيوعيين. كان البيان رقم 13 بصيغته الأولى إبادة الفوضويين، لكن طالب شبيب رفض ذلك مؤكدا على إبادة الشيوعيين حتى لا تحدث فوضى وقد تكون المقاومة ضده من كل الشعب خشية من حدوث ضجة في المستقبل، وأصر طالب شبيب على إبقاء كلمة الشيوعيين. اعتراض حازم جواد ليس على القتل والدماء والإنسان الذي يستباح كليا في العراق، إنما كان يختلف في تسمية من يتم إعدامهم بالفوضويين بدلا من الشيوعيين. حازم جواد وقصر النهاية. كان حازم جواد من أبرز القيادين في قصر النهاية بعد علي صالح السعدي، وكان يقوم بالتحقيق مع القيادين في الحزب الشيوعي مستخدما كل أساليب التعذيب حتى في بتر أجزاء من جسم الضحية وسلخ جلود السجناء وقلع الأظافر والعيون وتكسير الأضلع ليعترفوا أنه قاتل لا يوازيه حتى ناظم قزار. فيما بعد أصبح حازم جواد وزيرا للدولة لشؤون رئاسة الجمهورية منذ 8 شباط 63، وفي أيار 63 أعفي حازم جواد من منصب وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية وعين وزيرا للداخلية بدلا من علي صالح السعدي الذي عين وزيرا للإرشاد. المؤتمر القطري الاستثنائي. يحدثنا طالب شبيب عضو القيادة القطرية ووزير خارجية الانقلاب عن أوضاع الحزب والجيش قبيل انعقاد مؤتمر البعث الاستثنائي قائلا: عدت من نيويورك إلى بغداد عن طريق لندن ووصلتها في 26/2/1963، وفي المطار فوجئت باستقبال غير مألوف ومعد سلفا، فلم أكن أتوقع أن أجده فضلا
عن موظفي وزارة الخارجية كان هناك حوالي 60 ضابطا بعثيا يشغلون أخطر المناصب ومراتب الجيش، بينهم رئيس الأركان وآمر الانضباط العسكري وقادة كتائب الدبابات الأربعة، وهي القوة الوحيدة القادرة على حسم أي نزاع عسكري في بغداد. عندما انتهى الاستقبال أوصلني حازم جواد بسيارتي إلى منزلي، وفي الطريق سألته عن معنى حضور كل هؤلاء الضباط. قال إن الوضع داخل القوات المسلحة لم يعد يطاق، وأن طلب عودتك لم يكن رغبة شخصية مني فقط، وإنما سعى إلي عدد كبير من كوادر الحزب المتفهمين المدنيين والعسكريين الذين أصبحوا مقتنعين بضرورة التغيير. وأضاف حازم: كن واثقا أن الضباط بحضورهم إلى المطار أرادوا إبلاغك بصراحة بأن الوضع بات غير مقبول. وبالنسبة للقيادة القطرية فلم تجتمع ولا مرة واحدة، ولا يمكن بتركيبتي الحالية أن تجتمع. حين ذاك أدركت واقتنعت أنه لا بد من تحمل المسؤولية ووضع علاج معين وعدم الاستسلام للفوضى. لم يكن كما بدا لي في ذهن حازم أي حل جاهز، ولم أكن كما يقول شبيب حتى ذلك الوقت قد فكرت بحل أو مخرج. ويضيف طالب شبيب قائلا: قبل مغادرتي أخبرني حازم جواد بأن صالح مهدي عماش وزير الدفاع يلعب بخبث لعبة مزدوجة، ويحاول إقناعنا وإقناع نفسي بإمكان ولا أكثرية القيادة القطرية التي ستتمغض عن مؤتمر قطري أو استثنائي أو تكميلي بعد إضافة عدد من العسكريين إليه، فنمتلك الأكثرية ونعيد انتخاب قيادة تكون أكثريتها جديدة موالية. حين ذاك سيكون ممكنا اتخاذ قرار بإخراج علي صالح السعدي من المسؤولية، ونعيد تنظيم الحرس القومي وفق ما نجده مناسبا ووفق ما يدور الآن في إذهاننا حول مهماتي وواجباتي. وبالفعل زارني عماش في اليوم التالي وقال إن القيادة لم تجتمع، والتذمر يتسع من الضباط الذين بدأوا لأول مرة يشعرون بأنهم يمتلكون الشجاعة والحرية لإبلاغ القيادة القطرية للحزب بما يدور بخلدهم ومعاناتهم بكل صراحة وأمانة ودون خوف. وهم الآن يختلفون عن المدينين الذين يخافون من بطش وانتقام علي صالح السعدي والحرس القومي إذا ما عبروا عن استيائهم وآرائهم، وأنه كوزير للدفاع يبلغني أن وضع الجيش لم يعد يحتمل، ولا بد من ضباط الحرس القومي وإعادة تنظيم بطريقة مناسبة، وليس أمامنا غير عقد مؤتمر قطري وإضافة أعضاء مناسبين إليه. تأكد يا طالب أن عددا كبيرا من كوادر الحزب سيتعاونون مع قيادة قطرية عقلانية. ويضيف طالب شبيب قائلا: كان عماش يبادل علي صالح السعدي العداوة ويؤكد له باستمرار أنت بيت الداء، لكني لم أكن متأكدا من إخلاصي لما يقوله، ولم أثق بقدراتي في إخراج مثل هذا الأمر إخراجا حزبيا سليما، ولم أثق بمجيء قيادي يمكنها أن تمس ظفرا من علي صالح السعدي ناهيك عن إبعاده. ويضيف شبيب: كنت أرى أن أهداف عماش تدور حول أولا رغبتي في عقد مؤتمر التكميلي وتوسيع القيادة ليفوز بمقعد فيها، ومبرره أنه وزير الدفاع وممثل العسكريين. ثانيا الاستفادة من بقاء خطين متواجهين داخل قيادة القطرية ليلعب كما هو حاله الآن دور الوسيط الوسط انعقاد المؤتمر. بعد انتهاء المؤتمر القومي السادس للبعث في دمشق في 23/5/63 وعودة أعضاء الوفد الحزبي العراقي إلى بغداد، وفي ظل هذه الأجواء المتوترة كلفت القيادة القطرية عضوها هاني الفكيكي رئيس المؤتمر القطري الخامس بالدعوة إلى عقد دورة استثنائية للمؤتمر لاستعراض قرارات المؤتمر القومي السادس وإضافة أعضاء عسكريين جدد إلى المؤتمر القطري وإجراء انتخابات تكميلية لإضافة 5 أعضاء إلى القيادة القطرية. وتقرر عقد هذا المؤتمر يوم 11/11/1963. يتحدث عن الفكيكي في كتابه أوكار الهزيمة قائلا:
كان موعد الاجتماع الساعة 6 مساء في بناية المجلس الوطني، وعند بدء الجلسة قرأت برقية عفلق وطلبت من المؤتمر اتخاذ القرار الذي يرتئيه. وبعد نقاش تقليدي شابه الكثير من إضاعة الوقت، قرر المؤتمر استمرار في جدول أعماله. كان جميع أعضاء مجلس قيادة الثورة ما عدا عبد السلام عارف أعضاء في المؤتمر القطري. الكاتب يواصل ويكاتب كلمة يتبع: لفت نظري وجود طالب شبيب وعودتي إلى بغداد قبل الموعد المتوقع، حيث كان في نيويورك. فسألت البكر وعماش قبل بدء الجلسة إن كانوا عدوا قائمة الضباط المطلوب إضافتهم إلى المؤتمر، إلا أن البكر طلب التأجيل ذلك لجلسة مقبلة. وبعد تقديم كلمة موجزة عن أعمال المؤتمر القومي السادس أثيرت تساؤلات عدة انصب أكثر حول علاقة الحزب بالحكم والتعديلات التي أجريت على النظام الداخلي والخطوات العملية التي ستسبق قيام دولة الوحدة. واستغرق ذلك قرابة ساعة واحدة أعلنت بعد فتح باب الترشيح للانتخابات التكميلية. الهجوم المسلح. يضيف الفكيكي قائلا: وفيما كنا نسجل اسماء المرشحين اندفع إلى قاعة الاجتماع عشرات الجنود المدججين بالسلاح وعشرات الضباط، يتقدمهم المقدم محمد حسين المهداوي الملحق العسكري في دمشق شاهرين رشاشاتهم هاتفين بشعار الحزب. كان مشهدا مضحكا إن أرى العميد رشيد مصلح ملوحا برشاشته ومرددا أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة. في هذه اللحظة بالذات خاطبت البكر بلغة العيون فتجنب نظراتي. ويضيف الفكيكي قائلا: في الواقع كان المشهد كله مضحكا، شلة من الضباط لا يجمعهم جامع سوى العداء لقاسم الشيوعية ارتدوا بدلة الحزب للتخلص منا ومن الحزب معا، وها هم ينجحون في ذلك. لكن الغريب في الأمر إنهم شاركون النسب البعثي وكان تمسكهم بالبعث، وهم يهاجمون مؤتمر القطري المشهد الأخير من مسرحية لا علاقة لها بصراعنا مع حازم جواد. كان المقدم علي عريم والمقدم فهد جواد الميرة والمقدم صلاح الطبقشري والمقدم محي محمود والمقدم زكريا السامرائي والعقيد سعيد صليبي والمقدم حميد السراج والمقدم منعم حميد والمقدم الطيار حسين حياوي والمقدم جميل صبري والرائد عبد الله مجيد المرافق الأقدم لعبد السلام عارف والمقدم حميد التكريتي المرافق الأقدم للبكر والنقيب الاحتياط عزيز الشاب وآخرون كثيرون بلغوا طبعا حوالي يقول 40 ضابطا. انتشر الجنود في إرجاء القاع على تم الاستعداد الميداني. ثم تقدم المهداي وسط القاعة قائلا: جئت من دمشق واتفقت مع الأستاذ ميشيل عفلق الأمين العام للحزب على ضرورة اختلاع بؤر الفساد والانحراف من الحزب، وما يجري هنا الآن يجري مثيله في دمشق. انتخاب قيادة جديدة للحزب. يقول هادي خماس مدير استخبارات العسكرية آنذاك: كانت تصرفات الحرس القومي المحسوب على جماعة علي صالح والمؤيد القوي له صيدا ثمينا لجماعة حازم جواد، فأخذوا ينتقدون سرا وعلانية وكسبوا بذلك عددا من الحزبيين العقلاء خاصة المثقفين منهم الذين كانوا بدورهم غير راضين عن هذه التصرفات. يقول الكادر البعثي زهير عبد الرحمن التكريتي وواحد أصدقاء حازم جواد منذ الثانوية ويسكنان معا في منطقة المهدية ببغداد: لم أصدق ولم يفكر أحد في يوم من الأيام أن ينقلب الرفيق حازم جواد على الحزب لأنه فشل في انتخابات قيادة القطرية. فإذا كان هذا حال الرفيق حازم جواد الذي وصل إلى القيادة القطرية بكفاءته الذاتية ونشاطه المتواصل، فكيف حال الآخرين؟ أعدت جماعة حازم جواد بالاتفاق مع بعض الضباط الموالين لها خطة لاعتقال مجموعة علي صالح السعدي أثناء الاجتماع وتسفيرهم خارج العراق وانتخاب قيادة قطرية جديدة يكون أغلبها من جماعة حازم.
وهكذا حاط السرية من انضباط العسكري مبنى المجلس الوطني الذي انعقد فيه المؤتمر. المهم وقف محمد حسين المهداوي خطيبا وعدد أخطاء مجموعة علي صالح السعدي والتصرفات حرس القومي وهاجم صالح مهدي عماش، ثم تلا ذلك انتخاب قيادة قطرية جديدة تألفت من أحمد حسن البكر، طاهر يحيى، حازم جواد، طالب شبيب، عبد الستار عبد اللطيف، صالح مهدي عماش، محمد حسين المهداوي، كريم شنتاف، طارق عزيز، عدنان القصاب، فؤاد شاكر مصطفى. أيضا الكاتب الدكتور هادي ديذكر يعني كلمة، يعني كاتب يتبع بعدين رقم واحد، فائق البزاز، علي عريم، عبد الستار الدوري، منذر المنداوي، وحسن الحاج وادي. اتخذت هذه القيادة قرارا بإبعاد كل من علي صالح السعدي، هاني الفكيكي، محسن الشيخ راضي، حمدي عبد المجيد، أبو طالب الهاشمي إلى خارج العراق. لم يعترض أنصار علي صالح السعدي في القيادة الجديدة على الإبعاد خوفا أن يشملهم هم أيضا. كان أشدهم هدوءا منذر المنداوي الذي وافق على القرارات، لكنه كان يدبر في نفسه أمرا لإجهاض هذه القرارات وإعادة الشرعية إلى الحزب حسب رأيه بالقوة كما انتزعها المتآمرون من الحزب. وعدت للمبعدين طائرة خاصة نقلتهم في الليلة نفسها إلى إسبانيا، وقررت القيادة الجديدة حل الوزارة السابقة وتشكيل وزارة جديدة برئاسة أحمد حسن البكر تضم عناصر بعثية معتدلة وبعض العناصر القومية الوحدوية. وبدأ رئيس الجمهورية الذي أبدى فرحة شديدة بهذا النصر ورئيس الوزراء يستعرضان الأسماء لتشكيل الوزارة، إلا أن الأحداث تسارعت وجمدت فكرة التشكيل الوزاري الجديد لحين انجلاء الأمور نتيجة تفاقم الأوضاع. قررت القيادة القومية لحزب البعث برئاسة ميشيل عفلق الحضور إلى بغداد، وفعلا حضرت إلى بغداد وقررت اعتبار المؤتمر الاستثنائي غير شرعي وكذلك القيادة المنبثقة عنه غير شرعية والتي أسموها المتآمرون. تم إخراجهم في 13 تشرين الثاني، وهم حازم جواد وزير الداخلية، وطالب شبيب وزير الخارجية، وعبد الستار عبد اللطيف وزير المواصلات، محمد حسين المهداوي الملحق العسكري في السفارة في دمشق، ومحي الدين محمود رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، وجميل صبري مدير أمن العام، وطارق عزيز رئيس تحرير جريدة الجماهير الناطقة بلسان حزب البعث. كما قررت القيادة القومية عدم السماح بعودة القادة الخمس المبعدين علي صالح السعدي وجماعته. في 16 تشرين الثاني نوفمبر عام 63 أجري تعديل وزاري تم فيه إقالة حازم جواد من الوزارة، وبعد يومين أي في 18 تشرين الثاني حل عبد السلام عارف الحرس القومي وسيطر على السلطة. وفي 8 شباط 64 عاد حازم جواد إلى بغداد جوا متحديا قرار إبقائه في المنفى، إلا أن عبد السلام عارف أرغمه على المغادرة إلى القاهرة. حازم جواد وانقلاب تموز 68. بعد 5 أعوام لم يكن سرا أن أحمد حسن البكر وصدام حسين كانا ينتظران أي فرصة سانحة للانقضاض على السلطة. ففي أواخر 67 شارك حازم جواد في استقبال ضيف أجنبي، والتقى البكر في المطار واصطحبه في سيارته في طريق العودة. في الطريق سأله البكر إن كان غير رأيه بالنسبة إلى العودة إلى الحزب، وحين أجابه بالنفي أشار البكر إلى دبابات الجيش وقال لحازم جواد إنهم في انتظارك. كان الكلام دعوة إلى المشاركة في انقلاب سيتمكن بكر وصدام من تنفيذه في 17 تموز يوليو 68 بفعل تحالف غريب مع مجموعة الرواة. بعد 13 يوم فقط سيتآمر البعثيون على العسكريين الذين فتحوا لهم أبواب القصر. استدرج البكر رئيس الوزراء المقدم عبد الرزاق النايف إلى غذاء من لحم الغزال. دخل صدام بالرشاشة واقتاد النايف إلى المطار ودفعه إلى المنفى. وفي الوقت نفسه أبلغ وزير الدفاع الفريق إبراهيم عبد الرحمن الداود الذي كان يتفقد القوات المرابطة في الأردن
إن لا طريق أمامه غير طريق المنفى، فسلكه. ابتسم حازم وقال: قصة 17 تموز بدأت بالغدر والخيانة والرشوة وانتهت بما بدأت به. لكن حازم ظل بعيدا عن السياسة وعن البعثيين. التقيت حازم جواد، أنا كاتب هذه الدراسة، الدكتور هادي حسن عليوي، عدة مرات عام 75 خلال تحضيري لرسالتي للماجستير، حيث كان حازم جواد مديرا لشركة تقطير العراقية التي مقرها في شارع أبو نؤاس من جهة الباب الشرقي، لا يمارس السياسة، حذرا جدا من الوضع آنذاك. حازم جواد وصدام حسين. يقول حازم جواد في مذكراته إنه زار صدام في أواخر عام 1978 وسأله صدام عن نصيحة، فنصحه بالابتعاد عن التصفيات سواء ضد البعثيين أو خصومهم. لم يكن حازم جواد على علاقة جيدة بصدام حسين، وكان الرجل يتجنب الظهور على مسرح العمل السياسي، ويبدو أن صدام كان يشعر بشعبية حازم داخل صفوف الحزب وبين أوساط الوطنيين، فلم يجروا على تصفيته بسبب ذلك، خاصة تأكد لو أنه لم يمارس السياسة ولا يلتقي السياسيين أو البعثيين قدامه. كما أن حازم جواد استفسر مني، أنا كاتب هذه الدراسة، الدكتور هادي، خلال لقاءاتي به كثيرا عن الأوضاع السياسية، وعندما اطمأن لكلامي ظل يسألني عن صدام، وهل قابلته أنا لإكمال رسالتي للماجستير، وهل ذكر اسماء البعثيين القدامى، وكان يشير لنفسه. خلال الحرب العراقية الإيرانية تأزمت أوضاع العراق، فغادر حازم جواد وأسرته العراق ليقيم في بريطانيا. إلى الآن ظل مبتعدا عن السياسة وعن أي نشاطات المعارضة. خلال فترة نظام صدام ظل حازم سنة واحدة بعد سقوط صدام صامتا، وفي عام 2004 أفشى بعض من أسرار الحقبة التي لعبت دورا سياسيا لصحيفة الحياة اللبنانية. كان ذلك الإفشاء قد أثار اعتراضات وانتقادات واسعة من أقرب شخصيات لم تتفق شهادة حازم جواد مع ما يحتفظون من ذكريات عن تلك الشخصيات، وأصدر مذكراته التي سماها سفر البعث وتأريخ المنفى عن انقلاب 8 شباط 63، وتأريخ البعث في العراق والانشقاقات داخل هذا الحزب. جئنا بقطار أمريكي. ملاحظة واحدة جديرة بالاهتمام من مذكرات حازم جواد، إن ينفي حازم جواد ما شاع عن علي صالح السعدي، يعني هاي المقولة مالته، أنهم في عام 63 قد جاءوا بقطار أمريكي، فهذا ما لا يمكن قبوله أبدا يا حازم. لقد قابلت أنا دكتور هادي حسن علي صالح السعدي في بيته أكثر من 8 مرات خلال عام 75 للتحضير لرسالتي للماجستير عن حزب البعث منذ تأسيسه حتى 14 تموز 58، وفي إحدى المقابلات سنحت لي الفرصة أن أسأله عن مقولتي عام 1963 جئنا بقطار أمريكي. حدق السعدي بوجهي وسحب كأسه وأفرغه من الويسكي بفمه، ثم نظر إلي وقال: هذا الكلام غير للنشر. فوضعت قلمي على جانب وقال بصوت منخفض: هل صالح ميدي عماش ليس له علاقات مشبوهة ببريطانيا؟ وأردف قائلا: هل الشايب، ويقصد أحمد حسن البكر، ليس له علاقات وارتباط ببريطانيا؟ وسكت قليل وقال: هل الصغيرون، ويقصد صدام حسين، ليس له علاقات ببريطانيا وأمريكا؟ يا حازم، هذه العبارة سمعناها منذ عشرات السنين ولم أسمع بأن السعدي قد نفاه هو نفسه، فلماذا تأتي اليوم من أجل نفيها، كما لم أسمع بك قد نفيتها على مر هذه السنين؟ ولا يمكنك أن تدافع أبدا عن ارتباطات خفية أو علنية مع الأمريكيين وغيرهم في تلك المرحلة. طبعا السعدي يثق تماما بأنني لن أنشر أو أفضح قولي هذا، لأنه رفض مقابلتي أول مرة حتى اتصل بي الدكتور وميض عمر نظمي المشرف على رسالتي، وأكد له أنني ثقة
وكل كلام تقوله لن يحرفه أو يضيف عليه. وفعلا التزمت بكلامي ولم أنشر هذه الكلمات إلا الآن بعد أن أصبح الموضوع تأريخا. المقال أو المادة كتبت من قبل الدكتور هادي حسن علاوي ونشرت في موقع اكتب الإلكتروني بتاريخ 3/5/2023. حتى نلتقي تقبلوا منا أجمل التحيات.